الو سمع عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام معاك عم جمال شغال مدير بنك يا اهلا وسهلا او مرة غالي بكلمك عشان استفسر عن الفيزا عشان في تحديثات وتطبيقات جديده هتنزل على الفيزا تطبيقات ايه يعني انا هفتح واتس والعب بابجي بعد كده من على الفيزا ما اعرفش والله هم قالوا لي كده هم مين مش انت مدير البنك يعني المفروض عارف كل حاجه انت اشتغلت ازاي اساسا في البنك بفضل الله ونعم بالله بس انت خريجي اصلا خريج صنايع صنايع قسمي ايه؟ غزل ونسيج اه غزل ونسيج طب وازاي خريج صنايع غزل ونسيج وشغال مدير بنك بفضل الله ونعم بالله طب انت عايز ايه دلوقتي عايز رقم الفيزا والباسورد لا ما انا هبقى اروح احدثها انا من البنك نفسه طب ما انا معاك اهو تحدثها من بره ليه انت قلت لي انت مدير بنك ايه البنك الاهلي المصري طب للاسف والله انا حاطط فلوسي في بنك تاني في بنك ايه طيب بنك حموكش الاصلي طب كويس ده انا اخويا شغال مدير هناك اه قلتلي اخوك شغال مدير هناك يلا راجل يا نصاب يا ابن النصاب انت عارف انت بتقول الكلام ده لمين انا هرفع عليك قضية شرف شرف اه شرف وهدفعك تعويض الف مليون جنيه وانا استاهل ان انا كلمتك يلا ما بيننا المحاكم